كل إنسان عنده مشكلة، شاب يبحث عن عمل هذه مشكلة، شاب يبحث عن زوجة هذه مشكلة، إنسان له زوجة ليست كما يتمنى هذه مشكلة، إنسان دخله قليل، إنسان عليه ديون لا قبل له بوفائها، ما أكثر الهموم، إنسان عنده مشكلة صحية. حياة البشر هكذا أرادها أن تكون، نحن في دار ابتلاء لا في دار جزاء، نحن في دار تكليف لا في دار تشريف، نحن في دار عمل لا في دار أمل. طبيعة الحياة الدنيا كما ورد في بعض الآثار إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. لذلك لعلماء العقيدة رأي في أسماء الله الحسنى يجدر أن أتحدث به. لا يجوز أن تقول الله ضار، مع أن الضار من أسماء الله الحسنى، يجب أن تقول ضار نافع، أي أنه يضر لينفع. لا يجوز أن تقول الله خافض فقط، من أسمائه الحسنى قل خافض رافع يخفض ليرفع. لا يجوز أن تقول الله مذل، هو مذل لكن مذل معز يذل ليعز. أيها الأخوة، شاءت حكمة الله أن تكون الحياة دار ابتلاء. الابتلاء الامتحان، كل واحد منا ما هي بنود امتحانه؟ أنت ممتحن في زمرتين، في زمرة مكنك الله منها، أعطاك مال، أنت ممتحن بالمال، أعطاك صحة، أعطاك عقل راجح، أعطاك طلاقة لسان، أعطاك شكل وسيم. هذه الميزات وهذه الخصائص وهذه الحظوظ بنود امتحانك مع الله، قد تنجح وقد لا تنجح. الآن في زمرة بنود أخرى، زوى عنك الصحة أحياناً، في متاعب بجهاز الهضم مستمرة، زوى عنك الوسامة، ما في وسامة، زوى عنك المال، دخل محدود، فأنت ممتحن في زمرتين، الحظوظ التي مكنك الله منها والحظوظ التي زويت عنك. من هنا جاء الدعاء الرائع: اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله عوناً لي فيما تحب. لذلك الآية الكريمة: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. يعني إذا آتاك الله المال ابتغي به الدار الآخرة، إذا آتاك الصحة استهلكها في طاعة الله، إذا آتاك الله مالاً أنفقه في سبيل الله، إذا آتاك الله طلاقة لسان كن داعية إلى الله. بيّن الحق، بيّن القرآن: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. إذاً في عندك زمرتان من الامتحانات، الحظوظ التي مكنك الله منها والحظوظ التي زواها عنك. الآن لو تصورنا إنسانان عاشا 60 عاماً بالضبط، واحد كان غني واحد كان فقير، لو توقعنا أن الغني لم ينجح بامتحانه، استكبر بماله، استعلى على عباد الله، أنفقه على ملذاته وشهواته المحرمة، والفقير نجح في امتحان الفقر، تجمل وصبر وتعفف وأطاع الله عز وجل، 60 انتهوا، كم سنة بقيان؟
بعد الموت إلى أبد الآبدين. ما هو الأبد؟ والله أيها الإخوة، والله ما في عقل بالأرض يستوعب الأبد. ماذا أقول؟ بيننا وبين الشمس 156 مليون كيلومتر، أتصور واحد بالأرض وأصفار للشمس، مو كل كيلومتر صفر، كل ميلي صفر، شو الرقم؟ هذا رقم العقل ما بيستوعبه، 156 مليون كيلومتر أصفار وكل ميلي صفر. هذا الرقم ضعه صورة وضع مخرجه، لا نهاية، قيمة صفر. الدنيا صفر، لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. الغنى والفقر بعد العرض على الله، خذ ما شئت إنك مفارق، عش ما شئت فإنك ميت، أحبب ما شئت فإنك مفارق، اعمل ما شئت فإنك مجزي به، هكذا. لذلك العقل والذكاء والتوفيق والنجاح والتفوق في طاعة الله، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. إذاً نحن في دار ابتلاء، والابتلاء منوع، إما إيجابي أو سلبي. لو كان الابتلاء سلبي، أنت أمام طريق مسدود، ما في عمل، وشاب، ما في زواج، ما في عندك بيت، يعني مشكلات الحياة لا تعد ولا تحصى، مرض معقد يحتاج إلى أموال طائلة، هذا كرب. قانون تفريج الكرب، والله الذي لا إله إلا هو، وألقى الله بهذا الكلام، زوال الكون أهون على الله من أن تتقي الله ثم لا ترى الفرج. بأي مكان كنت، بأي زمان، بأي محيط، بأي بيئة، بأي نظام، بدولة غنية، فقيرة، شرق، غرب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هذه شعار عظيم لكل شاب. مما تشكو؟ اتق الله، اتق الله يجعل لك مخرجا، اتق الله في اختيار زوجتك يجعل الله لك مخرجا من الشقاء الزوجي، اخترها ذات دين تربت يداك إن لم تفعل، اخترها تعرف الله، إنها أم أولادك. من يتق الله في اختيار زوجته يجعل الله له مخرجا من الشقاء الزوجي، ومن لا يتق الله في اختيار زوجته تريه النجوم ظهرا. المرأة جنة أو نار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. الآن من يتق الله في تربية أولاده يجعل الله له مخرجاً من عقوقهم. أنت حينما تعتني بابنك صغيراً تأخذه إلى المسجد، تحفظه كتاب الله، تهتم بأخلاقه، بأصدقائه، بدراسته، بصحته، بعاداته، بتقاليده، هو معك، يلزمك. فإذا شب رأيته قرة عين لك. والله أيها الإخوة، ما من شيء أغلى على الأبوين من ابن صالح يدعو لهما من بعدهما، هو صدقة جارية. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. لذلك يقول سيدنا عمر: أقوم إلى زوجتي وما بي من شهوة إلا رجاء ولد صالح ينفع الناس من بعدي. الولد ثروة كبيرة. يا أيها الإخوة، نحن في امتحان، في عندنا مشكلة زوجية، مشكلة بالأولاد، مشكلة بالدخل، مشكلة بالصحة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. والله حدثني أحد علماء دمشق، جاءه شاب قال له: أنا ما معي شيء، وأنا في سن الشباب،
وأنا أتمنى أن أتزوج، لا في بيت ولا في عمل ولا في مهر، يعمل في محل تجاري بدخل قليل جداً. قال له اتق الله. قال له هذه أين تصرف؟ شو اتق الله؟ ما فهم أبعادها. قال له ما عندي غيره، مع السلامة. هذا فكر اتق الله، مجال تقوى عمله، يعني هو موظف بسيط جداً بمحل، يبدو أنه أخذ هذا الكلام بمحمل خطير. قال له، قال بعدين داومت دوام كامل، المحل كأنه إلي، غضيت بصري عن أي فتاة تدخل إلى المحل، ما كذبت أبداً، نصحت الزبائن، يذكر تفاصيل تفاصيل تفاصيل. فصاحب المحل، لا وضع مو طبيعي، كأنه صاحب المحل هو، اهتمام دوام. فالذي حصل أنه صاحب المحل طمع به أن يكون زوجاً لابنته، بس ما أخبره. وأمن بيت جيد جداً، وصار يقول له رافقني أنا مضطر أكسي بيت، أنا بحب ذوقك. هو يختار السيراميك، هو يختار البلاط، هو يختار. بعد ما انتهى البيت قال له هذا البيت لك، أنا حزوجك بنتي. فأجا دعا الشيخ على عقد القران، قال له سيدي ما تذكرتني؟ قال له لا والله. قال له مرة أنا جيت لعندك قلت لي اتق الله، أنا اتقيت الله، الله أكرمني بزوجة وبيت ملك ودخل جيد. أنا والله وألقى الله بهذا الكلام ما بصدق في الأرض في الخمس قارات من آدم ليوم القيامة أنه شاب يتقي الله، والله عز وجل لا يفرج عنه. وما أكثر المشكلات، والله في مشكلات بالعالم الإسلامي، والله تنهد لها الجبال، في صعوبات، في طرق مسدودة، في أبواب مغلقة، في قهر، في قتل، في فقد حرية، في مرض، في جوائح، في شيء لا يحتمل. ترون كل يوم أنتم بعيونكم ما الذي يجري في العالم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، من يتق الله في اختيار زوجته يجعل الله له مخرجا من الشقاء الزوجي، من يتق الله في تربية أولاده يجعل الله له مخرجا من عقوقهم، من يتق الله في كسب ماله يجعل الله له مخرجا من تلف المال، من يتق الله في التوحيد يجعل الله له مخرجا من الشرك. الآية والله الذي لا إله إلا هو لو لم يكن في كتاب الله إلا هذه الآية لكفت. مرة أعرابي قال للنبي الكريم عظني ولا تطل، تلا عليه قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال كفيت. أعرابي اكتفى بقسم من سورة بآيتين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. اتقي الله، اتق الله ترى الأمور ميسرة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، دققوا في هذه الآية، صدق أنه مخلوق للجنة لا للدنيا. أنت حينما تؤمن أنك مخلوق للجنة تنعكس الموازين كلها، ترى الذكاء والفلاح والفوز والتفوق في العطاء لا في الأخذ، ترى النجاح والتفوق والذكاء في بذل جهدك للآخرين لا في أخذ جهودهم. إن لم تنعكس مقاييسك بعد الإيمان بالله واليوم الآخر يكون بالإيمان في خلل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أيها الأخوة، هذه الآية هي الحل. المسلمون ماذا يعانون؟ والله ما بعتقد مر بتاريخ زمن أصعب من هذا الزمن. والله متهمون بعقيدتهم وبأخلاقهم، متخلفون، إرهابيون، قتلة، جهلاء، فقراء، متهمون. ما الحل؟ الحل بكلمتين، كلمتان في كتاب الله، كلمتان فقط
في كتاب الله الدليل. قال تعالى: ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وفهمكم كفاية. الله قال: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً. هذا كلام خالق السماوات والأرض. هذا الكلام زوال الكون أهون على الله من ألا يقع. هذا الكلام: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدكم شيئاً. عظمة هذا الدين أيها الإخوة أن المجموع إذا طبقه قطف ثمار يانعة، وإذا طبقه واحد وحده قطف ثمار يانعة. يصلح دين جماعي ودين فردي. إذا الناس شردوا عن الله ولم يستقيموا وتنكروا لهذا الدين وانغمسوا في الشهوات والمعاصي والآثام. دعك منهم. الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إنه بآخر الزمان في وضع صعب جدا. إذا رأيت شحا مطاعا، مادية مقيتة يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. إذا رأيت شحا مطاعا وهوا متبعا. الجنس هو كل شيء في حياة الناس. نحن أمة اقرأ، يعني بشهر رمضان، بشهر العبادة، بشهر التقوى، بشهر القرب، بشهر الصلة بالله، ما في غير مسلسلات. هذا واقع الناس. كان شهر عبادة صار شهر فولكلوري، شهر ولائم. فيا أيها الإخوة، إذا رأيتم شحاً مطاعاً وهواً متبعاً وإعجاب كل ذي رأي برأيه، قال: فامسك لسانك، أمسك لسانك، والزم بيتك، وخذ ما تعرف، ودع ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك، ودع عنك أمر العامة. فهذا الدين عظمته إن طبقته الأمة انتصروا ووصلوا إلى أطراف الدنيا. لأنه لو فهم الصحابة الكرام الإسلام كما نفهمه نحن، والله الذي لا إله إلا هو ما خرج الإسلام من مكة. أما أن يصل إلى الصين، أن سيدنا ابن رواحة كلفه النبي عليه الصلاة والسلام أن يقيم تمر خيبر، في اتفاقية بينهم، فجاء لعندهم كي يقيم تمرهم فأغروه بحلي نسائهم كرشوة. قال: والله جئتكم من عند أحب الخلق إلي، ولأنتم أبغض إلي من القرد والخنازير، ومع ذلك لن أحيف عليكم العدل. فقالت اليهود: بهذا قامت السماوات والأرض وبهذا غلبتمونا. بهذا قامت السماوات والأرض. نحن أمة نعاني ما نعاني، والله خلاصنا بيدنا، والورقة الرابحة بيدنا، والكرة في ملعبنا، والله ينتظرنا. وإن تعودوا نعود، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، يلغى كل شيء. أيها الإخوة، فنحن حينما نطبق هذا الدين تطبيق جماعي نقطف ثمار يانعة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ثلاث وعود: الاستخلاف والتمكين والتطمين. ونحن الآن لسنا مستخلفين ولا ممكنين ولسنا مطمئنين، هذه الحقيقة، والأمر بيدنا. فإما أن تطبق هذا الدين أيها الأخ المؤمن الكريم وحدك تقطف ثماره يانعة، أو أن يطبق المجتمع كله هذا الدين نقطف ثماراً جماعية. فكل إنسان يتأمل ويدقق ويحقق، يرسم لحاله خطة، يبحث عن النقاط السلبية بحياته، وين في معاصي، وين في آثام، وين في تقصير، وين في تقصير بأداء الواجبات، وين في إنفاق غير صحيح، وين في كسب مال فيه شبهة. دقق.
أذكر كلمة وردت في شأن الحج، من وقف في عرفات ولم يغلب على ظنه أن الله غفر له فلا حج له. أقيس على هذا، يجب أن يغلب على ظنك أن الله غفر لك، وأن الله قبلك، وأن الله أعتقك من النار، وأنك فتحت مع الله صفحة جديدة، وأنك اصطلحت مع الله، وأنك عدت إلى الله. إذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلاناً فقد اصطلح مع الله. والله الذي لا إله إلا هو، كلمة هنيئاً لك لا تصلح إلا لمن اصطلح مع الله. بتهنيه ببيت سيتركه، بتهنيه بمركبة سيتركه، بتهنيه بمال وفير سوف يفارقه، أما بتهنيه بالهدى. لذلك تمام النعمة الهدى، النعمة الحقيقية الهدى. سيدنا علي رضي الله عنه يرتب النعم ثلاث مستويات: نعمة الهدى رقم واحد، نعمة الصحة رقم اثنين، نعمة الكفاية رقم ثلاثة. فإذا أصبح أحدكم آمناً في سربه، معافاً في جسمه، عنده قوت يومه فكأنما ملك الدنيا بحذافيرها.